بيقول يا ترى كم عدد السور المدنية في القرآن الكريم، يعني اللي نزلت في المدينة المنورة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنعرف في الآخر إيه الأسئلة اللي أنتوا أول مرة تسمعوا عنها، عشان دي المعلومات اللي هتفوزوا بيها النهاردة. يا ترى 25 سورة ولا 27 سورة مكية ولا 20 ولا 30 سورة سور مدنية نزلت في المدينة؟ وقتكم بدأ، فكروا. نجيبها تخمين؟ فكروا. ترجح. يعني هي ترجح. ترجح مش بتخمن. هي بترجح. هي ترجح. هدول لكم 10 ثواني رجحوا براحتكم. انتوا عارفين؟ كل اللي عايز يرجح يقولوا خلاص. حلو. يلا مين هي ملا ولا فرح؟ انا تخمينه ولا جد؟ لا تخمينه بجد مش عارفاها. 27 27 سوره. طيب هنشوف. للاسف اجابه خاطئه. مش هتيجي تخمين فيك زحمه خالص. اجابه خاطئه. طيب 25. هنشوف اجابه الفريق الثاني يمكن عنده المعلومه. مين اللي هيجاوب فيكم؟ انا غبيه. اتفضلي. 25. هنشوف ولكن انا. طب 30. لا مش هنختار بقى كلهم حتى هي مش 30. 20. هو ده الاختيار اللي فاضل. كمان 20. سامحيني. 20 سوره نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه، ودي تعتبر سور مدنيه، ودي تعتبر من المعلومات الجديدة عندكم النهاردة. انتوا خمنتوا الثلاث اجابات ما عدا الاجابة الصحيحة. خمنت العشرون. اكتبوا بقى المعلومة دي. خمنتي العشرين؟ اه بس انا قالت لي العشرين. طيب السؤال لفريق الامل.